قبل كل شيء حاب اقول طف جميع الإضاءة. حلف نص البرنامج والوضع اختلف، واليوم يا مستمر يا مغادر. تحقيقات كثيرة، جاي معي مستشار يعرف أدق التفاصيل عنك. حب أقول قوانين اللعبة تغيرت، أمور كثيرة كلكم أدرى وش سويت وش ما سويت. اللي جالس سحب رجوله، الوضع اختلف. اليوم دخلنا في مرحلة الجد. اللي يقول مليت أبي أنسحب، طفشت أبي أستمر، الوضع ده كله اختلف. عندكم دقيقة، عندي همسة مع المستشار، أبي أقوله شغلة مهمة جدا. الشخص اللي جالس على هالكرسي كائن مثله مثلكم، كان يتحرك في بدايات البرنامج ويفتش في خفاياكم وما كنتوا تدرون عنه. اليوم أصبح الشخصية اللي أمامكم هو البيك بوس. اللي يقول ولا في دور بعيد عنك لمحات كثيرة في كاميرات موزعة في كل مكان وفي كل زاوية في برامج الواقع، ما يتحكم في خطواتك مخرج ولا راح يتكلم او لا راح يتحكم في كلامك معد. الشخص هذا اللي جالس كان يعرف ادق التفاصيل عنك. جهز البرنت كامل في كرسي، راح نرفع سقفنا فوق وراح ناخذ واحد تلو الاخر ونفصفصه ونقول له هذا مكانك ولا اقبض بالبابا. شلون زين؟ الوحوش اللي بيقاومهم بيفصون عظامه فص، حاول انك تتجاوب معهم، ما نبي نوصل مرحلة انهم يكسرون فيك عضلة ولا يجيك شد عضلة في خشمك ولا يجيك اصابة في المفصل ولا من المرفق. انا ما راح اتحمل ذا الشيء بتات البتة. هو ما جنته يداك. سلم نفسك وراح تشرفني في غرفة التحقيق وباخذ تفاصيلك مع البيج بوس.
القرم. قوانين اللعبة في البزنس كل اللي تشوفونهم مجرد أشخاص يتنافسون على مصير الفوز في تفاصيل كثيرة يمكن ما تدرون عنها. احنا اليوم راح نكون شفافين أكثر وبنطلع كل اللي في بطونهم حتى البنكرياس والقلب. أهم شيء القلب. اسمعوني زين، أبيكم تجيبوا لي فلاح وعبد الله القمي. يا ريت توقفون وانت في مكانك، لا تتحرك. تفضل. يلا. شوف، وقف وقف اللي ورا ذا، شغل خف الدم، شغل الاستسلام والسباكة ذي ما تمشي عندنا. أم زين لأرنك على جبهتك، أمسك زين. تفضل على الكراسي. شغل استسلام. اسمعني انت يا شيني ميني فيني بيني ما راح تمشي معنا اليوم. تحقيقات كثيرة. وش سويت من يوم دخلت؟ وش البرنت اللي انكتب عنك من البيج بوس؟ مع فلاح وعبد الله بنعرف تفاصيل كثيرة. اسمعني زين. اسمعني زين. فلاح صم الله عدوك، هل انت مجرد من العيوب؟ ابدا. ولا تبي تصير الافضل؟ كل واحد يبي يصير الافضل وما في احد كامل، الكامل وجه الله سبحانه. ونعم بالله. المبادرات اللي قدمتها في الفتره الماضيه كثيره، لكن ما تلاحظ انك أشغلت القناة وفريق عملها ما عندهم إلا فلاح؟ حتى فريق دعمك بدأ ينهبل على الطلبات اللي قاعد تطلبها. ليش يا فلاح؟ التصرف هذا من اليوم ورايح راح تحاسب عليه. اسمعني زين. سامعك. فلاح الوضع كله كفاح وما يبغى له صياح لأنه في الأخير نجاح. والنجاح يبغى له طولة بال. بيج بوس. بور بيلز بيج فارت بيس بلاتشور بيبي. واو. اسمعني زين. فلاح قوانين اللعبة تغيرت. قوانين اللعبة تغيرت. النفس اللي كان يقدمه فلاح في الفترة الماضية اليوم اختلف. أحب أقول لك تراك تعبتنا. لذلك اسمعني زين. سامع. أحب أقول لك أوه على يدك شوي، خليك على راسه بس لا يتحرك. شفتك البيج بوس تأشر لي، ايش رايك؟ ذيس يس يو هاف تو سبيك جيت مور مان سبيك. واو باك. واو باك.
It's good. You come back. والله ونجيت. تضحكون وبتبكون واليوم واحد منكم بيغادرنا. اسحب لي اياه ولزق وجهه الحائط. فتش اشوف معه ممنوعات ولا شيء. ما في شيء. عبد الله انت مشغلنا في كل مكان وانت ناط. ما غيرت تسردح وتتمردح في رجال القريه ولا شايف القناه شيء. اذا مو بعاجبك ترى بنحطك لوحه مثل هاللوحات الموجوده على الجدار. اسمعني زين. سام حاول تلزق في الجدار. ابشر. بيج بوس يو هاف ذيس بيبي شوين. اي ثينك Okay. What this? Give him one chance. Back. Back? Yes. Pass. Go. والله شكتني اطلع برا. الحمد لله. لا جابولي عايض الزايد واحمد الشمري. وقف مكانك ولا تقاوم. صلى النبي يا الحبيب صابي. وقف الكرسي. وقف أرجونك. خليه يرقى فوق الكرسي. اطلع خير. طيب وجهك هناك. قول يا الله الحين يبي يجي منك. اركب. لا تقاوم يا عشاني أصغر منك في الطول. لا أنت هنا محاصر. أحمد تهاوشت مع أخوياك أوليد زعلان عليك وبدون تحيز وأبغى أطلع وأبغى مدري وشو وأبي أدفع وجالس تفشي أسرار القناة وأمور كثيرة. اسمعني زين أحمد. وليد إيش حاب تقول؟ وليد. وليد إيش؟ وليد أخو صديق. و كلم اللي حصل بيني وبين أخوي وليد سوء تفاهم بسيط.
ويشهد الله اني اغليه غلط ما يعلم فيها الا الله. طيب. وادري انه الشعور هذا شعور متبادل. ف بس جلسوه مع الكرسي. عايض نومك كاثر هالفترة، ساعات طويلة تختفي عن البث، وفوق هذا جالس تدخل على الكنترول بدون سابق انذار. أبلغوك الإدارة تكرارا ومرارا إنه هذا الموضوع زايد. أحب أقول لك اللعبة تغيرت. اسمعني زين. تفضل. روحاتك الإدارة ما راح تنفعك. What this big boys? You have this عايض. You have this أحمد. واو. أحب أقول لكم أن اللي قدامكم ما يركض عبث. يعرف كل التفاصيل. يتتبع خطواتك بدون كاميرات، حتى لو انشغل المخرج عن البث، حتى لو الاعداد راحوا في بريك، في اشخاص عايشين معكم في القرية يعرف كل التفاصيل، نومك، ساعات البث، دخولك للكنترول اكثر من مرة. عايض ممكن اليوم تغادرنا، ممكن تستمر معانا. أحمد بي خلي أشوف البيك بوس. What is you have back? You have a good idea. Back? Prime is back or not back? What is Prime is back? Hey guys, Tekken is back. Back! 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 Go! بس باك بدون مقاومة. الله يبارك فيكم. أبعد حية بيك بوس. أبعد حية يطول لي عمارك. خلونا نتعرف أكثر أبعد حية عن التفاصيل اللي ممكن يجهلها اليوم المشاهد. اليوم في نص البرنامج الكل متعلق إنه يجلس، لأنه راح الكثير وما بقل القليل. فاللي بيطلع اليوم خسر كثير، واللي راح يستمر راح ينافس كثير ويكسب كثير. لذلك اليوم ما في يوم مرحبا. اشتقت الكويت عاي، ودك تطلع اليوم ولا ودك تكمل؟ كمل. What is back with you? Back with you, man. What? No. What? No. احتمال ترجع اليوم. مع السلامة عايض. تكفى. كلهم. تكفى. أرجوك. أرجوك. هدا! 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 أطلع! أطلع! شلو! برا القرية! برا! خلاص خله يروح، خله
خل البرد خله، تعال اقعد هناك. مصيرك مو بس انك تغادر القرية، مصيرك انك وصلت نفسك انك البرد يذبحك. درجة الحرارة كم وصلت وفي القرية؟ 12. احنا ما نبيك تغادر بالسهولة هذه، احنا بنتعبك. ما قدمت مصير كل برد. بعدها تجهز الشنطة بعدين تسافر لديرتك ولا منطقتك. وقلت لكم من قبل قوانين اللعبة تغيرت. Big boys, you are this bang bag, you are Muslim prime, you are cold. You don't understand? نادوني محمد ناصر أو محمد سراج، وانت في مكانك هم يجيبونك بدون مقاومة. Let's go. إذا تبونها طقطقة حلها الطقطقة، وإذا تبونها جد حلنا أهل الجد. قلت لكم من أول قوانين اللعبة اختلفت. محمد ناصر مسوي أنا اللي مدرنك برامج الواقع وماكل الجو ويتصدى بسوالف ويقاطع ربعه، وانا اذا حضرت هذا مكاني وان غبت وجودي مهم. محمد ناصر حاب اقول لك الوضع تغير والجمهور كشف شخصياتكم واحد تلو الاخر. يا انك تطلع بشخصيتك الحقيقيه يا مفصفص العبارة. شيلوه جيبوه جيبوه روح على الحيط حيط. Let's go. محمد سراج أبى أقول لك أنك شخص هادي ولكن أحيانا تجيب العيد، والعيد هذه أو هذا العيد ممكن يودينا كلنا في 60 داهية. رجعنا إلى ما فيه الكفاية. ملايين الناس يتابعونك يتأثرون فيك، وهذا الشيء غير مقبول. Big boss, what is in my voice? Back on this cold. لا طالع البيج بوس، وجهك قدام. نبي القلب يركع اليوم رقع. يا انك قدها وتستمر، يا انك تطلع في البرد ينشف ريقك وتثلج عظامك وتجهز الجنطة وعلى ديرتك. بوس مهندس مان محمد سعد بعد تقول وادس
What is the boss? The boss. What? And bag of gold, please. And cold. Out. ولا اشوف اخوياه. طلع برا. برا! اليوم يا ابو ناصر الفراق صعب، يمكن تودع خويك ويمكن ما تشوفه الا في هاللحظه. انتهى جو العناق. ناظر الكبر اللي فوقك، شايفينه؟ هذا مصير كل واحد يخفق في النتائج ويتكلم عن اخوياه ومسوي الفزعه. هذا مصير. Big boss, you aren't killed. Let's get back. Hey, guys. What? Guys! Get him here. This? Get him here. أحب أقول لكم أنها سوالف كلها من درجة من البيك بوس، ما في شيء من نسل الخيال. بيك بوس، يا ذس كولت، باك كولت، بليز از ماي فريند باك باك. أنا ما بيكم تفرحون كثير. ليش؟ لأن اللي ما يستمر معنا الأسبوع القادم أعتبر أن نفسك صير. ماشينا على وضع النقا، نقدم شغلات مهمة، حبنا الجمهور، وصلنا لهالمرحلة نحترم الجمهور لآخر نفس. وقف مكانك. ثاني وقف مكانك. جيبوهم. شغل الارتباك هذا ما يمشي معنا. تستاهل انت؟ وقف. تستاهل انت؟ لا اعطيك ركبه على منطق الحيط. اطقيت احد والله ما سويت شيء. ارفع يدينك على الحيط. شغل الزحف هذا والخوف الاوفر يعني فيه. اسمعني زين. خليه يوقف على الحيط. جيب لي نايف على الكرسي. بنا
نايف حبيبي متى صحيت من النوم اليوم؟ أحد يقوم أذان العشاء؟ تارك البث أخوياك طالعين مقدمين كل اللي عندهم وانت شاخر في السرير؟ الكلام هذا غير مقبول، تفهم ولا لا؟ غير مقبول. قوانين اللعبة تغيرت، تحسبنا منا بعارفين؟ اسمعني زين، اسمعني، انت اليوم لازم تغير من نفسك وتتطور، حتى لو اليوم انت احد المغادرين. لذلك نشوف البيج بوس. What this nickname Pan Pack is only called? What? Ibrahim. What? Is your friend? No. Okay. It's not my friend. Yes. Same. No back. Wow. برا. Why you see me? Give him! Sit down! Don't talk! أحب أقول لك يا ضاري، هل الكويت مشتاقين لك، لكن قناعة نفسك ودك تستمر وتاخذ الجائزة وفوقها حب الجمهور. أحب أقول لك بيج بوس. What this? This bag and cold. شنو؟ وانت في مكانك؟ Stop! Hey! This... What this? Please! Okay. I give him one chance for back! يزعلكم كثير لما نتكلم مشترك ينام لساعات طويلة، ولا واحد يحاول يخطف الجو، ولا واحد مهم مضبوط إذا راح لغرفة النوم. التفاصيل هذه راح نكشف أوراقها الآن. ماجد وقف مكانك. سيف جيبوه. شغل الاستظراف هذا مو عندنا، ابيك تسحبونهم سحب. شغل السحب هذا مو عندنا. اسحبه القطع يا عمري. ايش الاستسلام السبوكي ذا؟ كيف كذا؟ كيف الحركه ذي؟ كيف تطلع لي كذا يا ابوي؟
عند ليبل بزنس. تسلق الجدران مثل القرد. شايفنا وين؟ وين شايفنا؟ في غابة هنا ولا في قرية؟ اني ما ادري ذا. شغلة تسلق الجدران والضمرات اللي آخر الليل والنحشات اللي ما بعد تكلمنا عن تفاصيلها كلها مسجلها البيك بوس. حاب اقول لك بيك بوس بعد سكولد بليز كويكلي ودس باك. تفاعلت في البرنامج ساعدك انك تتفادى امور كثيره وترفع درجاتك. بس ما ندري تسلق الجدران آخر الليالي وفي نهاية البرنامج زايدة عن حدها. إيش اللي قاعد تدوره ورا الجدران؟ هذا كله شايفينك. ممكن مشبهين. سيف جيبوه. بوس ايش رايك فيهم؟ نحطهم ورا اسوار الجدران ولا يرجعون مع اخوياهم؟ بليز بليز لا تحرق اعصابي. خلاص صبرت لما فيه الكفايه. نخليه يتسلق الجدران ويروح بيت هاله ولا العندليب يدندل لنا فوق الجدار. احب اقول لكم بيك بوس بليز باك سكولد بليز. واي واي ابراهيم واي بليز بليز. إبراهيم I think what? What? What is? يوم واحد عامر وقف مكانك. جيبوا لي حالة. موضوع خطير خطير خطير. يا ويله ويا سواد ليله. هلا سواد ليله.
أنا اليوم ماني بجاي أحقق معك يا عامر، بس أنا حب أقول لك عشان تعرف إن البيج بوس مو بسهل. أنا جيت هنا عشان أرجع لك الأغراض اللي سرقت. الفترة السابقة سرقت منك أغراض، ويمكن الجمهور ما يدري عن الشيء. أحب أقول لك إن جكيتك وشماغك هذه كلها أمور سهلة في الحفظ والصور، لكن في شيء عامر تبيني أقوله ولا تقوله؟ خلص علي يا عامر. وشو؟ أنت تعرفه يا عامر. ما أدري إيش تقصد. والبيج بوس يعرفه. نبي نسمه منك. عامر! نبي نتكلم عن الجوال اللي انسرق. تذكر ولا ما تذكر؟ عامر اعتقد ما في اغلى من الجوال. جوالك انسرق وهن عارفين اللعبة. ما تبي تتكلم؟ غير صحيح. بطريقتنا راح نجيب لك الجوال. شحن كل شريته ب300 ريال اختفى. والجوال اللي اغلى من الشاحن واختفى. غير صحيح. عشان تعرف غير صحيح؟ ايه. شلون غير صحيح؟ غير صحيح. انت تشكك في مصادرنا يا عامر؟ لا يمكن خانتك المصادر الحزام. تشكك في مصادرنا يا عامر؟ جيبوه! ايه بيطلع يا عمي؟ بيطلع؟ اسمعني يا عمي. تفضل. الجوال والشاحن موجود؟ شنطة البيج بوس. تبي نكمل بعد وش المسروقات اللي فقدها عامر؟ لا. ولا ما في اغلى من الجوال؟ خلطة ما في اغلى. ما في اغلى من الجوال. بيج بوس! يس. كم بليز! اوكي. Yes. المصر اللي تكلمت عنه ان الجوال والشاحن معك، والموضوع هذا سر للغاية. خطورة الوضع اكبر بكثير انه يعترف. انت عارف يا بيج بوس. Yes. ان الموضوع هذا فيه استبعاد. I know. عامر جيبوه. Come here. Sit down here. عامر. سم. الجوال موجود والشاحن موجود. وإذا طلعت اليوم راح تاخذ جوالك وشاحنك. إذا ما طلعت. إذا ما طلعت؟ إيه. ما راح تاخذ لا جوال ولا شاحن، ومثله مثل الشماغ والجكيت اللي مصادرينه أخوياك. أحب أقول لك خله عندك لأني ماني طالع. بيج بوس! This bag and call! These not bag out out. إن شاء الله. هاو جاد.
مثل هالحصريات نبيها كثير. ما نبي نعرف عن جكيت ولا بنطلون ولا ثوب ولا سروال والشمام، هذا الشيء كله ما يعني لي. احنا بنوصل مرحلة نقول انك دمرت نفسك وكان مفروض انك تغادر بالبوس. يس انا يكفيني ان الموجودين ما يعرفون انت وين عايش في القرية، بين الحشرات ولا بين الكائنات ولا خلف الجدران ولا تحت الجدران. خليك مثل ما أنت، لأنه هالقناع راح نكشفه في الفترة السابقة. فيصل وخلف وقف مكانك جبوه. فصولي، كل الجمهور اللي تابعك هاللحظة ما يتمنى انك تطلع، خاصة لو يدرون ان شودة البرايم والوداع من صوت فيصل. شو رأيك نسمعها منك؟ كيف؟ كيف؟ الكيف عند العطار. اسمعني زين، خلينا نسمع نشودة لأنه ممكن تكون ايش؟ آخر نشودة، آخر نشودة في مغادرة فيصل، وتكون نشودة من صوته وهو اللي مغادر. خلينا نسمعها يلا، أعطونا صدر كنترول. يلا سمعنا. ودعتك الله يا حنين، نسيت حقة البراج. اسمع زين، اعطني اياها. انا عدو الحزن. وش انا عدو الحزن؟ سمعنا. انا عدو الحزن وانا عدو الفراق، في ليلة كانت الاحزان حمل ثقيل. يا صاحبي والله ان فراقنا ما يطاق، الهم عابر حزن ما هو بعابر سبيل. أنا عدو كمل. والحزن وأنا والفراق، في ليلة كانت الأحزان حمل ثقيل. لو صوتي تعبان كمل. تعبان؟ حنا يمكن اليوم يمكن نطمن على صوتك بعد ما تجهز شنطتك وتغادر القرية. يمكن يعني احتمال. بيك بوس، انت عارف اللي قدامي هذا فيصل هو اللي ادى شودة البرايم وشودة الوداع، وممكن اللي يديها هو اليوم اللي راح يسمعها ويغادر البرنامج. يا ويلي. اسمعني زين، حاب اقول لك يا فيصل، نتيجتك مو بعندي،
نتيجتك عن صندوق الأسود اللي يعرف تحركاتك ويعرف قعداتك آخر الليل ورا الخيمة. أنت تحاكمين ورا الخيمة؟ أنت تحاكمين ورا الخيمة ولا تطلع لي عند الباب الساعة 4 الفجر وتسحب رجلاتك لحالك؟ المشكلة مو هنا، لا جوال ولا وسيلة تواصل. تكلم مين الفجريات؟ تكلم مين؟ بيج بوس! Yes! What is that you call? What is? I won't listen again. What? I won't listen again your song again. يقول سمعني صوت بدون اي ارتباك. Again, don't talk me. Again. لان البيج بوس هو اللي عارف ان انت تتكلم مين على الفجريات وتسولف مع الجدران والحصى والتراب، وهذا الشيء غير مقبول. احب اسج. تحب تسج؟ Another song. ساعة كاملة تقعد ورا الخيمة؟ لا عاد ساعة كاملة بلغت. كم تقعد؟ الساعة؟ ما يجيك. ساعة؟ ما يجيك. 20 دقيقة؟ ما قلت. هذا الموضوع ما يهمني. والله Again sound. اوكي. Another song. غيرها، اوكي. ودعتك يا الله يا حنين الذكريات، ودعتك يا الله يا الطيور المرسلة، ودعتك يا الله يا حبيبة وقت فات، ودعتك يا الله يا الأخيرة الأولى. Stand up. Okay. Shake hand. Thank you. You can pack. خلف يروح أمي وأبوي، يا الغلايا الخفوق يا نبع الحنان، يا عشق الولهان، يا قلب القلب والقمر حبيب العين. خلف كان يوم من الأيام خارج البرنامج، ولكن بقدرة قادر رجع بقرار مدير البرنامج. هل يا ترى ينعاد فيه الزمن ويطلع اليوم؟ خلاص؟ تعبت المخرج كثير، تعبت بابا كثير. ليه؟ ليه؟ وانا اصرفها ليه دي؟ أبغى أصور تقرير عن الحادثة اللي سويتها، نقدر نشوفه؟ وآخر شيء رجعت. إيش قصدك؟ إيش قصدك؟ قلص! What this? نقل باك لك! What?
الصندوق الأسود هذا ما يمشي عبث. هذا اللي عارف كل تفاصيلك، حتى نتائجك، حتى تحركاتك الأسبوع الماضي. هل يا ترى رحل خلف البرايم؟ هذا ما سوف نعرفه من البيك بويس. ودس خلف بيقول لك انك راح ترحل للبرايم. Get out. صارت يلا ايش قايل لك؟ ها؟ طرفوني اللي طلعوا هذا ما جنته يدينهم. خالد حمد جيبوهم. خلونا في هالمكان لأنه ممكن نفقد واحد منكم الليل. خلونا نحس إن قلبنا على بعض. خالد ألف سلامة عليك. الله يسلمك. بيك بوس قال لي إنك اليوم أنت كنت في المستشفى. نعم. وصحة الخبر ذا. أيوه. وش اللي صار معك يا خالد؟ السل. صدق من قال. تمام. ما في هم مثل هم العرس، وما في وجع مثل وجع الضرس. لكن الوجع الأصعب إن اليوم خالد ممكن يودعنا. ما حضر ولا فقرة. هل يا ترى البيك بوس هيقولنا سبرايز؟ بس ودس ودس بعد نقول وين كولد ودس بليز. اليوم انت قلت لي انه في المستشفى ولا حضر فقط راكان ملح. الرجال وجعان من ضرسه طلعت النتائج، عشان كذا خلينا الأعصاب من الله يرحم والد والديك. This bag is cold. ايش قاعد تسوي؟ Back! انت قلت لي من فترة ان الكائن الغريب والجميل اللي جنبي صاير يتسلق الجدران مثله مثل خوينا. صحيح الكلام؟ صحيح. يس يس. واو. هاو ماتش وات ذس
متى كان كان يتسلق الجدران؟ صحيح الكلام؟ لا مو صحيح. مو بصحيح؟ مو بصحيح. بيك بوس، ديس كلام هذا ما في كويس. ستاند اب. واو. واو. بليز. اوكي. What you want, Ibrahim? Back or not back? This? Yes. Tell me. Tell me back or not back? What you want? Me? Yes. Please, big boss. This? Ibrahim. What? Tell me. Please, big boss. This? And no back. And don't out. راجع. أنا أحب مقاومة الكبار. أحب أقولكم مهما نام المخرج وأنتم في أسوار القرية، عيون البيك بوس ما راح تغيب عنكم أو عنا، وراح يعرف كل تحركاتكم. لذلك حاول انك ما تكون تحت المجهر، ونكب عفشك ويصير اللي يصير ويؤثر على نتيجتك. خلونا النادي طيب. أحب أقول لك يا بيك بوس إن الستة اللي في البرايم اكتملوا. كيف أقدر أخدمك؟ أوكي، ناو أم فينيش. وانتهت اللعبة. Yes. الستة اللي في البرايم تفجعون عندي المزاج. Let's go. Please. Come here. أحب أقول لك في أمور كثيرة ما تدري عنها يا البيك بوس. What? تعرف إنه you have this عندنا نتائج ال and تاجر البزنس. I didn't know. 1 2 3 I didn't know. Talk Arabic. 3 2 1 Yes I. Talk Arabic. No Arabic. Have this me. يعني في يعني معلوم أنت تصويت تاجر البزنس. Yes. What you say? ولو اللمبات. شباب مساء الخير. كمير. سعيد في تواجدكم معكم. الموديل طوني كنداسة. وأحب أعرفكم على صلاح شكمان. ونعم. حبينا نمزح معاكم مزحة بسيطة. لكن ممكن تتكرر. صفوا كذا وناظروا الكاميرا. الشباب تقدروا توقفوا وراهم، لأنه قوانين اللعبة راح تختلف مع الشباب. واحد منهم خذ الأول، واحد منهم خذ الثاني، واحد منهم خذ الثالث، واحد خذ منهم ثالث أعلى نسبة تصويت، ممكن واحد يغادر منهم، ممكن واحد يجلس معهم، ممكن واحد يعني حركات ممكن تختلف النتيجة. وهذا اللي حدده انتم. خلونا نتعرف على الثالث اعلى نسبة تصويت. الف مبروك لك يا يا يا
مياو. معاذ الغرامة. يا عمال ترى هاي هاي بعد بتجينا سامك بعد ماني ما سمعت والله انا سمعت انت اخذت ثالث على نسبه التصويت طلع منك الحمد في التصويت وهذا جمهورك اللي اعطاك هالرقم بتقول لهم الله يشكر الناس الله يشكر الله اللهم لك الحمد الله يبيض وجهكم ويجمل حالكم ولا يحرمني منكم وان شاء الله ان عند حسن ظنكم باذن الله ونقدم الافضل والافضل باذن الله الى نهايات باذن الواحد احد وشكرا لربعي كل من وقف معي باذن الله باذن الله الا شكرا لهم شكرا معاذ الله يسلمك خلينا نتعرف الان اعزائي المشاهدين في كل مكان حان الاوان نعرف كم مكان في الازمان من يا ترى وان الاوان نقول لثاني اعلى نسبه تصويت هو هو يا ترى مين فارب السند مرغانية طالبين جايب جايب تولي ايش حاب تقول اللي وصلوك رقم اثنين كلمة في الخاطر حبيبنا فاري من دولة الكويت الشقيقة أول شيء أول شيء يا طول العمر والسلامة بيض الله وجيهكم رجال وبنات رجال كل من وقف وساند أخوهم على الوقفة الطيبة هذه بيض الله وجيهكم أهلي ربعي ناسي جماعتي جمهوري دول الخليج كلهم بيض الله وجيهكم وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم الله قضاري يعطيكم الله ألف عافية نبغى نسمع بيتين بصوتك حلو إهداء لكل داعمينك شكرا لك لا تفضل حنا نخاوه الرجال ونحفظ الخوه لنا عوايد وفينا طيب ومروه ونعودت له المقاوه عندنا قوه ولا يهز ولا يغش الرجال لا هقاويها قالي لكم قلبي عليها ترب المحبة فيكم الله العافية اوف المركز الأول وضعه بيكون مختلف أول شيء جمهور وصل لهالمكان هو يستاهله فوقها هدية مقدمة من الدخيل الدخيل العود الدخيل العود راح يعطي جائزة للمركز الأول هو يستاهل اسم تثق به نعم رقم التلفون 920-00-653-0 وباقي ما تغير صور الشاشة واللي مزيد من التفاصيل
ارفع الشاشه لفوق. لا لا لا. بس قبل اتكلم عن الفائز الاول، راح الكثير وبقى القليل. الوقف اللي تعبوا فيه الشباب الفتره الماضيه وكانوا سبب بنشر الخير لكل اللي يتابعونهم، محبين، اهل، اصدقاء، هنيئا لكل من شارك في وقف البلد الحرام. تريد ان تطفي غضب الرب؟ تريد السعاده، البركه في الرزق، في الابناء، شفاء مريض؟ باب الصدقه مفتوح امامك في اطهر بقعه في الارض مكه المكرمه. كل الشباب ساهموا وشاركوا، ولو تعرفون أن هذا الوقف يخدم الفقراء والأرامل ويفرج الكرب ويبني ويرمم المنازل ويساعد بعلاج المرضى والمحتاجين وسقي الماء وإفطار الصائم، وكذلك يدرب أهل لأصحاب الدخل القليل. هنيئاً لكل من تبرع، هنيئاً لكل من شارك. تبي البركة في نفسك وفي صحتك وفي رزقك وفي حياتك؟ حساب الوقف في أسفل الشاشة. إن لم تكن متبرع فكن مبادر وناشر. وصلنا الآن للإعلان للفائز لأعلى نسبة تصويت لهذا الأسبوع. نتعرف اللي حصل على المركز الأول ويعتبر هو تاج البزنس لهذا الأسبوع. هل هو من الستة الماثلين أمامكم أم من الأشخاص الموجودين في الخلف؟ تضحك يا ولد ولد. طيب لبق قلبك حب أقول لكم تاج البزنس هو بقلبه هو وبكل جدارة كيف الوضع عندك؟ وياك؟ الوضع ممكن اللي حصل على المركز الأول يتفاجأ كيف الجمهور وصل لهالمرحلة وهو يستحقها بجدارة. حاب أقولكم اللي حصل وما حصل ويستحق إنه حصل ولا كلا بصل هو بقلوبكم. مبارك للي حصل المركز الأول محمد سراج.
أبخذت شدوا الهمة الروح والعزم نبدا والله الباهي ميعادنا القمة ورسالنا القمة يشهد لنا وقتنا يجري وميلاد يا الله يجري وميلاد يا الله غبنا وجينا نعيد المجد والتمة وفي على قمة التجديد والمجد اخوي بسراج زي وجهك زي شماغك زي وجهك. طيب ابو سراج الكاميرا امامك والعدو خلفك ايش حاب احتزم والله اي والله بحتزم دقيقه الله يبيض وجهك انت قاعد تدعي لهم ولا اصبر تفضل انا الحين اصبر خلفك الله يبيض وجه الله يبيض وجه كل من دعمني لا من محبين ولا من ربعي ولا من كل من يعرف محمد بن سراج اشهد الله انكم حطيتوني في موقف ما ادري ايش اقول لكم بس ابشروا باللي تبونه وبيض الله وجهكم وانا ابن سراج لبى قلبك طيب هلا لعبتي يا زهر لا لا من يا ترى سيع محمد سراج انت كنت الان في مرحله الخطر وراح ترجع بس من يا ترى بيحل محل ابو سراج اتمنى ان اعذره هذا ما سوف نعرفه في الحلقه هذه يا اخي اشغلت امنا بالسبح ذي السبح ذي مريالين ناظره ام الكور يعني ابليسكم وجع وجع طيب اسمعوا بالله سبح بيدي يا جماعه لا تعترف يا رب سبحة أبو ريالين اصطر على ما واجهت خلونا نشوف من اللي راح يحل محل أبو سراج وش حاب تقول اللي بيحل مكانك لأن الجمهور أسعفك وش تقول له أقول أتمنى من اللي يجي محلي أنه يعذرني والله يشهد الله أنه ما ود أنه يجي محلي أنا خاصة خلاص. لكن آلية مسابقة والله يوفقه إن شاء الله مع السلامة رجع لأخوياك اللي راح يحل محل محمد سراج هو أوه دقيقة عفوا بس باقي هدية أخوي محمد سراج أول تعال تنزل ساخن هدية الله يعطيك العافية يعطيهم العافية خير العود استاهل استاهل طيب خلنا نشوف واحد سارقه الوضع صار صعب الوضع صار صعب اعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم العربي ان اللي راح يحل محل محمد سراج ما يتوقع ولا 1% لا تدور لي مو انا ان شاء الله انه مو انا مستحيل ولا في الخيال الشخص اللي تتوقعونه اعزائي الأمور بسيطة الأمور بسيطة ولد رايق هو ما بي إن شاء الله الأمور بسيطة الأمور بسيطة ولا لا 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 الأمور بسيطة هذه آلية برّة يا رجال لا عليك خوف أجروا بسواق الطيارة الأول أخذوكم عيشة أخذوكم ما أخذوكم مبطن ما سكت الطيارة الأمور بسيطة ها تعليمي اي والله الامور بسيطه ها يا ابراهيم وشروع نمشي نركب الجمس الاسود اي بنطلب منه ابو تركي نبى نروح على الجمس نروح على الجمس اخوي وليد هلا وش حاب تقول لو اليوم غادر وليد
والله إن غادر وليد في الأمور بسيطة، ما راح إلا لشيبانه وعياله، لكن أقول بيض الله وجه فريق دعمي وجمهوري وجميع من وقف مع وليد البحيح وانطلعنا في هذه خيرة من الله. راد الله أن نكمل 60 يوم ونطلع، ورحنا راح لهنا وانطلعوا العيال وبغى وليد أقرب من زرار الثوب. عليكم جميعاً. وياك إن شاء الله. وليد حل محل محمد سراج. الحلقة القادمة راح تكون أصعب وراح تكون أخطر، راح تكون أصعب. وجع وجع وجع. الحلقة القادمة راح تكون أصعب وموجعة. اليوم 6 وواحد منهم راح يودعنا، تعلقنا فيهم، حبيناهم كثير، حبينا شوفتهم، ولكن ما يصح إلا الصحيح. لقطة ختام 4-3-2-1 أكشن جو. والله النجم تعال فاصل قصير وراجعين البرايم. كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو.